اوكي هون الدرس الاول مع راني احمد استاذ الكمبيوتر بلغه تي كي تي سي ال. هذا الدرس الاول في مبادئ لغه تي كي تي سي ال. تي كي تي سي ال عباره عن لغه بتعتمد على نسق الاوامر مثل ما بتكتب اوامر الشل. اوكي مشان نكتب برامجنا، والبرامج كمان ممكن تصير مباشره جرافيكال، تستخدم الواجهة الرسومية مباشرة وانت عم تستخدم نظام سكريبتس مش نظام الكومبايلد، يعني اللي هو اسهل بالبرمجة. اوكي كأن عم نكتب برنامج مثلا بيشبه للي بيعرفوا مثلا بي اتش بي او بيعرفوا مثلا شل. اوكي كأنك عم تكتب شل، هي اكتر اقرب للشل. هذا الدرس رح نعلمكم كيف بدنا نعمل برنامج بسيط. اوكي كيف بنحط مثلا تعليق زي ما انا هلا عم بكتب بالعربي. اوكي وكيف بدي ابلش الكتابة. اولا بس بدك تنزل حزم التي كي تي سي ال الاساسيه. هلا في عندنا حوالي الفيرجن هو او الاصدار 8.3 او 4 او 5 اللي هي. وبعدين بيطلع معنا في امرين، في واحد اسمه الوش اللي هو الويندو شيل، يعني اللي هو بتنفذ عليه الجرافيكلز. اوكي بتنفذ عليه كل شيء اسمه جرافيكس، كل شيء اسمه جرافيكال انترفيس. وفي عندنا كمان ال او الواجهة الرسومية يعني. وفي عندنا كمان الثانية اللي هي بدل هاي اللي هي يو اس ار بن تي سي ال اس اتش. بس اتأكد اوكي تي سي ال اس اتش. اوكي انا عندي هلا ال 8.5 ماكسيموم. تمام هلا فاذا لما بدي بلش كتابه لازم احط في لينكس. اوكي هلا ممكن نمشي على ويندوز بس انا بدنا نحكي بس لينكس ويونكس لانه هي اكثر اقرب لليونكس هاي الشغلات. اوكي بتحط اول شيء هالمش هالشبكه وتحط علامه تعجب بتقول له وين مكان اللي حيفسر الكود اللي تحت، هالرمز اللي تحت المكتوب تحت الشفرة المكتوبة تحت. طيب هلا لنعمل اي تعليق في الكود بنفتح الشبكة. اوكي وبنحط الكلام اللي بدنا اياه، انا بحطه بالانجليزي بالعربي المهم اذا عربي بده يكون طبعا فايل يونيكود بتفسر. تمام هلا مثل ما كاتب هنا التعليق، هنا تعليق يبدا بعلامه الشبكه اللي هي هيدي. طيب وهي هون بالانجليزي this is a command that it starts with the mesh square. طبعا مثل اغلب اللغات دائما بيعتمدوا اكثرهم المش بسكريبتنج اكثر هي انه التعليق. وبعدين التعليق بالمش بالشبكه بيجي بس لسطر واحد مش كذا سطر. اوكي بالسي بلس بلس في عندنا هالحركه بس احنا ما بهمنا الحكي هون، احنا عم نحكي عن تي سي ال اس اتش. اوكي هلا شو اختصار تي سي ال؟ هي تول كوماند لانجويج، يعني انا بستخدم نسق الكوماندز في اليونكس. اوكي اللي هو بيجي عاده مثلا بدي اعمل انا مثلا بدي اعمل مثلا انه اشوف شو في عندي اشياء في الديسك تبعتي. في عاده فيني اعمل الاس ماينس مثلا ال وبشوف كل فايل وشو مين عامله الخ. اوكي فاذا في عندي طريقه الكتابه بتصير عاده بتشبه هاي، بتحط عند الكوماند في الاول الامر بعدين بنزل وراه الخيارات اذا حبيت تحط خيارات. طيب هلا بدنا نبلش نعمل عمليه حسابيه بسيطه. قبل ما نعمل هالشيء بدنا نحن نفهم المتغيرات. اوكي هلا فينا نعمل حسابية بس مباشرة، يعني بحط مثلا 3 زائد 4 بيعطيني اياها. اوكي بس نحن بدنا دغري نبلش بالمتغيرات. المتغير هو عبارة عن خانة في الذاكرة بترمز لها انت باسم معين بيعني لك. اوكي وبتحط فيه القيمة اللي بدك اياها، فهو عنوان بالذاكرة تبعت الكمبيوتر.
هلا الكوماند اللي احنا بنستخدمها في التي كي او تي سي ال اوكي بنحط شو هي set. set بمعنى عين او حدد اوكي حدد انه عندي المتغير اللي اسمه اكس 3 اعطيه عبيله بالبوكس تاعته بالخزنه تبعته 3 وجيب مثلا كمان عندي بنعمل واحد تاني اسمه واي اوكي متغير تاني اسمه حرف واي اوكي بنحط له 4 هلا انا بدي شو اعمل بدي احط زد اوكي واقول انه اقول له انه الزد هي شو عباره عن شو عن معنى انه يعني في عندي هالامر الاكسبريشن اوكي التعبير بمعنى كلمه تعبير هون اكسبريشن بمعنى كلمه تعبير انه هالتعبير الرياضي هذا دولار اكس يعني قيمه الاكس اوكي يعني انه بس حط دولار اكس يعني بدي اجيب الاكس مش الاكس نفسها بجيب شو ما فيها للاكس يعني بدي ارجع اقول له